جاستن تيمبرليك، الاسم الساطع الكبير للموسيقى اللامعة في العالم الكل، في نحكي حتى على اليوتيوب بأرقام كبيرة. كراي مي ريفر أثبت الوجود متاعه التام على اليوتيوب، دايوغ كانت هذه أول أغنية موجودة على شين اليوتيوب أوفيسيال لجاستن تيمبرليك. نخلط معكم هكا للسبعة خير أربعة ستة واحدة واربعين دقيقة محمد والحية الخنار الكل محضره لكم تتسويت في نشرة الخنار تتسويت محمد. أوي تسويت نشرة الخنار باش نشوفوا آخر الأخبار الحصرية اللي باش اللي شفناها يعني في تونس. يلا نمشي تسويت نشرة الخنار. كاب اف ام لسانسيال دو لانفو سور 95.2 اف ام. راديو كاب اف ام الأخبار. أعلنت رئاسة الحكومة صباح اليوم رسميا أن يوم 1 جوان هو يوم وطني بعد معاناة الشعب التونسي لسنة كاملة من العمل دون توقف في سنة ماي الفرد والله لا يعهدوا. بعد إصابة مدرب النادي الإفريقي بحجارة في مباراته يوم أمس، إدارة الأولمبي الباجي تعرض الحجارة في المزاد العلني لبقية مقابلات المتبقية في البطولة التونسية لكرة القدم. وفي خبر آخر، مواطن تونسي يقوم بتقديم نفسه إلى السلطات الأمنية طالبا منهم الاحتفاظ بشخصه قائلا إذا تلقوني مهبط استطيع الحب عديوني استهلاك مكرر وهزوا عملوا لي رقية شرعية راني خوكم. والظاهر المسكين مليع. جدد صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر المعهد الوطني للرصد الجوي مطالبين بإلغاء شهر ماي من الدورة السنوية. ومحرز الغنوشي يجيب تحبوا نلغيو ماي على أساس في جوان مسافرين للمالديف، شد بلاستك وحمد ربي إنك في تونس. كانت هذه نشرة الخنار نتاعنا اليوم، بها نلتقي في مواجيز قادمة. فوالا بليده برشا عجبتني، خاصه نتاع الغاء شهر ماي زاد معناتها تشنو تحب ديريكت نتاع داو الجماعه تيليت. وانا نشوف في كومنتات في يعني عامه الشعب نلغيو ماي نحيو ماي، واحد يقول لك اعلن سماحه مفتي الجمهوريه يوم امس ان يوم الخميس هو اول ايام شهر جوان او لا هو لما حلت طول برشا ماي تول ننزل بحذين 31 شنو 31 عبارة تعدي 81 تول تول لما حلق لكن حتى كي يخرج ماي معناتها وين ماشيين يعني مش طويل حياتنا في ماي في ماي. فما شكون معناتها كلي أكيد بقى تواريخ راسخة في أذهان البعض اللي يسمع فينا توا. أكيد زاد نتذكر أنه في ماي شهر اللي ربي سبحانه ورحمنا بمطرة باهية وذيك الحاجة الباهية جاب خيره ماي فوالا جاب خيره فوالا. دونك وداخلين لجوان وداخلين للموندو الصيفي داخلين السخانة وداخلين عادة حضر روحنا الناس كلها نولي نخرج العشرة متاع الصباح نلقاوها شمس تقول قول نص نهار ما تنجمش أصلا تخرج فيها ما تنجمش تخرج فوالا. دونك على ما نذكر سيف عمناول سيف عمناول محمد سخون 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 بيئة معنى الكلمة زادة ان شاء الله سنة ربي يرحمنا احنا ان شاء الله زيد الايامات الجاية زاد يزيد ربي يرحمنا بالمطر خاطر الدنيا شاحت برشا ان شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع مستحقين برشا للثروة المائية هذه في ظل يعني شياح السدود تعرف انت بها المطر مهمة برشا في يعني في العوامل الطبيعية ولا حتى على العوامل البشرية تعاون برشا كي تشوف بالضبط السنيد البريود هذه نخدمه الماء عبارة ولينا كل إدارة ليلة بليلة قصوا علينا الماء دونك الحمد لله ربي هي توا يامات توا صفا. والله بالمناسبة نحب نعرج على النقطة هذه بها نفتحوا قوس صغير ميسالش نحب نسأل المسؤولين اللي على رأس الإدارات كما هذا يسكوا باش يخموا وكهو خاطر نجمو يخمو بكل شيء الا بمخاخهم. هو راه شوف فيجا نقول لك هي انت قوس وفتحت وانا زاد خليني نعطي رايي في الموضوع هذا. خلينا نقولوا انه نحكيوا على موضوع الماء نحكيوا على موضوع الماء الماء لهنا انا نحمل المسؤوليه والغلطه الكامله مش للاداره التونسيه
مش للسونات، نحملها للشعب التونسي ولأي إنسان يستعمل في الماء. رينا هالشي هذا، رينا اللي يغسل كهربته ويستهلك لترات ولترات من الماء، رينا اللي باش يغسل قطعتين دبش يستهلك لترات ولترات من الماء، رينا اللي في انه في جت في ايامات معينه الماء منقطع ومقصوص، العباد انكبت بين هم كبير على الماء، تلقى أسطلة معبية، تلقى بيدن، تلقى دبابز معبية. هذيك علاش هذي احتكاري تسمى زادة حتى في المدد. هذي النقطة اللي كنت باش نحكي فيها، خاطر شوف احنا كنا نستهلك وفي استهلاك عادي، نحكي حتى من منطلق نفسي يعني، نبدأ من دارنا واحنا ماشيين كنا نستهلك واستهلاك عادي للماء يعني. اليوم انا اقل دار تلقى فيها خمسة بنوات معبين متاع ماء، قدوة يعمل لك الكلكيل كي يركح الماء شوية تبزع وتعبي ماء اخي. هذاك علاش وغير وغير يعني اللي يغسل كرهبته والغير اللي يستعمل الماء. البياج اللي طيحتنا فيه الإدارة التونسية السونيد، البياج اللي طيحتنا فيه تاع كنا نستهلكوا كما نقولوا احنا 90% من منسوب المياه، اليوم ولينا نستهلكوا في 150%، خاطر كل دار عارف اللي في الليل باش يقص الماء تعبي بزيد، حتى هي ما عندهاش حاجه بيه تغدى الصباح تكبر تعبي بزيد، سي نورمال الماء كي باش يركح باش يعمل لك الكلكيل من فوق. غدوه الصباح الماء موجود يعني، بس هما ولينا ماشيين في طحنا في البياج نتاع الاستهلاك اكثر يعني. هذا هو فوالا، دونك هي ان شاء الله ايامات وتفرج ايامات ونرتاحوا من ازمه الماء وترجع الامور الى مجاريها. لكن انت محمد صيفي ولا شتوي؟ والله بين البنين. ما نحبش السخانه برشا وما نحبش البرد برشا. حاجه محمد تستعملها في الصيف وتستعملها في الشتاء شنو هي؟ حاجة ما تنجمش تتخلى عليها لا في الصيف لا في الشتاء. ديدورون. أما ظهالي في الصيف أكثر. أي بتبيع في الصيف أكثر باش سي نورمال، ما كانش واحد ما نجمش يخرج قدام العباد. وأكثر حاجة تستعملها محمد، خليني نسألك شوية، نعرفك مشاغب برشا ولسال هذوما يحبهم حمزة عراكيب برشا زادة. مدام عمل هكا مدام، أكثر حاجة محمد تنجم تستعملها في الليل وفي النهار خاصة في الصيف؟ في الليل وفي النهار. في الليل وفي النهار. الجلاس، الماء. الجلاس. الماء. كي يقول لك اللي هي حاجة مثل حاجة مش مصنوعة. أنت عندك حاجة معينة في مخك؟ لا نسأل فيك كبر. مش لي حاجة مش مصنوعة. ماء طبيعي هو مش مصنوع. حمزة أكثر حاجة جزوز. تستعملها في الليل وفي النهار في الصيف. مخك. لا. بالحق. عزت نفسي. عزت. يستعمل عزة نفسه يعني احنا كيف ما عندناش عزة نفسه ولا فهمتش انا. لا سيد مخرج، سيد مخرج كيما جماعة السونيات يخمهم بكل شيء الا بمخه. جاتك من عند محمد صالحي، يلا شكرا لك. تيم بلا كيما يقولوا، معناها كانت تشخر زادت مخ. والله كل كلمة فيها تا وليت نترعب منها صدق. سيد المخرج خلينا نكمل حس على خير. لا والله اسمعني، هي قوس واش بدناه. سيد المخرج مشاغب برشا زادة، ومعناتها حتى كلماته هي حجر، انسان نظيف، عقله نظيف، مخه نظيف. شفيك غزرت لك هيك محمد؟ لا لا مش نقول لك رياضيا زادة، الترجي سجل الهدف الأول دقيقة 80. قلت لك ترجي رياضي خاطر انت وانت تحكي في موضوع حمزة عراكي يحلم. رياضيين خلينا نقولوا بها للساده المستمعين اللي قاعدين يتابعوا، ترجي دقيقة 80 يفتتح النتيجة 1-0 للترجي امام اتحاد بن قردان. اي الحمد لله يا ربي، هذه حاجة معلومة تحفونا. ما مركزش دايوغ بكري شوية خليني نقولها، ما يسالش محمد احنا قاعدين ومحمد يحكي يعطي في نشرة الخنار، فجأة تنعمل لك ايه عرفت كولي كم عرف عيباء ما مركزش ما مركزش ما مركزش. يلا سينو محمد انت ناوي على المشاكل. يلا سينو يعطيك الصحة محمد صالحي على نشرة الخنار بالنسبة اليوم. نذكر المستمعين اللي نجموا يلقاوها على الباج فيسبوك راديو كاب اف ام، على الانستغرام ولا اليوتيوب، زاد مازالت فرصتكم باش تربحوا لي بوندج بقيمة 100 دينار من اهدي بيتي بونتيان. تو سويت تكلمونا على 72-280-300 وتشوفونا لو كانابي كونفرتيبل مخصي قداش سومها. اوفيسيالمون تلقاوها على السيت انترنت بيتي بونتيان. كانت هذه نشرة الخنار في لحظات صغيرة، نرجع معكم لنهاية حصتنا بالنسبة اليوم من أولاد الكاب. أولاد الكاب.